وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، إذ واجب عليهم محتم، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، إذ واجب عليهم محتم، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، إذ واجب عليهم محتم، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، إذ واجب عليهم محتم، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، إذ واجب عليهم محتم، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، إذ واجب عليهم محتم، قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، مخارج الحروف والصفات، لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها
وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل ما قطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات وحر التجويد وحر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها.